تصاعد الظلمية لمونتي دو لوبسكورانتيزم تصاعد الظلمية في بلادنا والتي تتمثل في التهجم على النشاطات الثقافية بينما ردة الفعل نتاع وزارة الثقافة كانت متأخرة جد متأخرة وهي تبقى غير كافية لأنه في الواقع إذا الجزائر ديمقراطية جمهورية ديمقراطية شعبية فالمفروض أنه هذا الانحراف الجد خطير اللي ذكرنا في التسعينيات في سنة 89 وسنة 90 91 هذا الانحراف من المفروض أن الدولة ككل وليس وزارة الثقافة وحدها المعنية ترد بالإجراءات الصارمة ولكن أيضا بمعالجة المشاكل السياسية والاقتصادية وباحترام الحقوق والحريات لأن هذه المشاكل هي في أصل وفي المتسببة في هذا التقهقر الفظيع.